حياكم الله مشاهدينا برنامجكم صحتك برمضان. مثل ما عودناكم كل يوم نصيحة من دكتور. اليوم وياكم أنا راح أعطيكم نصيحة عن الأسنان. أنا وايد أسمع من وايد ناس لما يوني هذه أسنان لبنية وبتطيح. خلنا ناخذ الفكرة من البداية، هذه صح أسنان لبنية وصح راح تطيح، بس الأسنان اللبنية هذه الأمامية تطيح بعمر 6 سنين، وإذا تسوست وسببت التهابات وخراج الطفل راح يكون فيه آلام، ما راح يقدر يأكل وراح يتعب في النطق والأكل إذا انشلعت الأسنان هذه. زين خلنا نتكلم على الطواحن اللبنية. الطواحن اللبنية تظل مع الطفل اللي عمره 12-13 سنة، إذا هذه فيها تسوسات فيها التهابات راح تأثر على صحة الفم وصحة الأسنان الدائمة، وخلال الفترة هذه ما راح تطيح، راح تظل مسببة آلام في فم الطفل. فنصيحتي لكم لا تهملون الأسنان اللبنية. الأسنان اللبنية لها أهمية وايد كبيرة وعلاجها وايد مهم عشان صحة الفم. إذا الطفل ما عنده تسوسات بالأسنان اللبنية يعني صحة الفم بالأسنان الدائمة تكون صحيحة وسليمة. نروح على موضوع ثاني، موضوع التقويم. متى نبدأ التقويم؟ ما في عمر معين، هو العمر الأفرج أفضل عمر بين 12-14 سنة، بس في أطفال يحتاجون تقويم في عمر 8 سنين، يحتاجونه مو شيء إضافي، يحتاجونه بسبب تركيبة الفك أو تكوين الفك. فنقدر نبدأ التقويم من عمر 8 سنين حسب احتياج الشخص. مشاهدين إن شاء الله استفدتم من حلقتنا اليوم، ودائما تذكروا تروحون حق الطبيب المختص اللي مختص في العلاج هذا. إذا تبون طبيب تقويم تروحون حق طبيب تقويم، مو تروحون حق طبيب عام يسوي لكم تقويم. إذا تبون أطفالكم يتعالجون بشكل صحيح تروحون حق طبيب أطفال مختص في أسنان الأطفال أو علاج أسنان الأطفال. ويعطيكم العافية وإن شاء الله استفدتم معنا اليوم.